لا تحمل الجنسية السورية، وهي ابنة عائلة مرعشل الفنية، وربتها جدتها الفنان ناهد الحلبي. محطات في حياة الفنانة السورية هيا مرعشلي. الفنانة هيا مرعشلي ولدت في العاصمة السورية دمشق، لكن أصولها تعود إلى منطقة المزرعة في العاصمة اللبنانية بيروت. ولدت هيا مرعشلي في تاريخ 30 مايو عام 1997. وعمر الفنانة هيا مرعشلي في العام 2020 هو 23 عاماً. وبرج الفلكي برج الجوزاء. وتحمل هيا مرعشلي الجنسية اللبنانية. هيا هي ابنة الفنان طارق مرعشلي والفنانة السورية الراحلة رندا مرعشلي، وقد تزوجا في بداية التسعينيات وانفصلا في العام 2001. وبعد طلاق والديها انتقلت هيا للعيش مع والدها، وتولت تربيتها جدتها الفنانة ناهد الحلبي. وصرحت هيا في عدد من اللقاءات أن علاقتها بوالدتها الفنانة رندا مرعشلي لم تكن قوية على عكس علاقتها بوالدها التي تربت في كنفه، أما جدتها فهي بمثابة أمها. وتزوجت الراحلة رندا مرعشلي من مصفف الشعر نورس عبود في العام 2003، وأنجبت منه أبنائها جود وسيلينا، ثم ظلت في معاناة مع مرض السرطان حتى وفاتها في العام 2015. وجد الفنانة هيا مرعشلي هو الفنان اللبناني الراحل إبراهيم مرعشلي، والذي انفصل عن جدتها ناهد الحلبي وتزوج بالسيدة اللبنانية غادة ميقاتي. ولد هيا مرعشلي شقيقة تدعى السيلة، فقد تزوج والدها من سيدة من خارج الوسط الفني، وأنجب ابنته الصغرى في العام 2013. ودرست مرعشلي في مدارس دمشق حتى حصلت على الشهادة الثانوية العامة، كما والتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية. ونظرا لنشأتها في أسرة فنية فقد ساعدها ذلك حين بدأت في مجال الفن مبكرا وهي تبلغ من العمر 6 سنوات، حيث قدمت مرعشلي أول أدوارها التلفزيونية بعمر 6 سنوات في مسلسل أبو المفهومية في العام 2003. لكن بعدها توقفت هيا عن التمثيل حتى العام 2010 لتعود في مسلسل قيود الروح والدبور. أما الدور الذي قدمه للجمهور وساعدها على الشهرة كان في العام 2011، حينما شاركت بمسلسل جلسات نسائية تحت إدارة المخرج المثنى صبو. وشاركت هيا في قرابة 35 مسلسلا تميزت بأدوارها، وكشفت عن امتلاكها موهبة فنية مكنتها من الوقوف أمام عمالقة الفن السوري أمثال راشد عساف، سلوم حداد، وعابد فهد. وفي الفترة الأخيرة حاول البعض زج اسم الفنانة هيا مرعشلي في أزمة الفنانة دانا جبر والمتعلقة بتسريب صورها الخاصة، فقد هدد المبتز بأن مرعشلي هي الفنانة الثانية على قائمته والتي تضم عدد من نجمات سوريا. وبفضل أدوارها وأعمالها الناجحة حصلت مرعشلي في العام 2011 على جائزة أفضل فنانة صاعدة عن الدراما السورية، وكذلك أفضل ممثلة صاعدة حسب استفتاء موقع ستار تايمز في العام 2012. وتلاحق الفنانة هيا مرعشلي الكثير من الشائعات، ومن بين هذه الشائعات ارتباطها بالفنان السوري يامن حجلي، وكذلك زواجها من الفنان مازن عباس، وخطوبتها من الفنان السوري نصيف زيتون،
وحملها في طفلها الأول ومثليتها الجنسية، وكلها أخبار لا أساس لها من الصحة. تحمل مرعشلي الجنسية اللبنانية فقط، فوالدها لبناني بينما والدتها سورية، والقانون في سوريا لا يمنح الجنسية السورية لأبناء السوريات. وعلقت مرعشلي في هذا الصدد: أنتمي إلى سوريا بكل ما تعنيه الكلمة من دون أن أحمل جنسيتها، وأنا ممثلة سورية لأن الدراما السورية رعتني وعلمتني، ولها فضل كبير علي. ورغم أنني ولدت في دمشق وأعيش فيها، إلا أنني لا أحمل جنسية سورية باعتبار أن والدي لبناني وأمي سورية. وعرفت هيا مرعشلي بجرأة أدوارها وطريقة اختيار ملابسها، الأمر الذي يعرضها دائما لانتقادات. ومؤخرا تم تداول خبر عن انقطاع العلاقة بين هيا ووالدها الفنان طارق مرعشلي، لينفي طارق الخبر لاحقا مؤكدا بأنه يتواصل معها بشكل دائم. وشاركت هيا في عدد من الأفلام السينمائية، منها همسة حجر في العام 2011، وفيلم أطويل طريقنا أم يطول في العام 2014، وفيلم بوط كعب عالي في العام 2019.